ليش بحب أجيال السلام؟ لأنه إحنا أجيال السلام عيلة واحدة. All for one, one for all. بحب جي اف بي عشان جو العيلة الموجود هون، تحس حالك بين عيلتك. Everybody cares about the next person. في صحابي من زمان زمان. أنا بحب أجيال السلام عشان الجو العائلي الموجود فيها وعشان كلنا شباب هون. جي اف بي بيت الثاني وعائلتي الثانية. أهلين. رسالتها السامية اللي بتنطلق من الأردن إلى جميع دول العالم. بناء السلام بالوطن العربي كله. لأنه وصل له كمان نحس فيه أقدر من فيها التقبل بين المجتمعات. هي فكرة السلام بحد ذاتها. أجيال السلام هي قيمة، هي فكرة ورسالة سامية بتوصل للعالم كله. I love working at GFP because we're such a diverse, great team through the variety of people that work in headquarters. أنا جيت على GFP ولقيت البيئة المناسبة في التطور والتعليم المستمر. كل سنة تختلف عن الثانية، كل سنة كان في إشي جديد نتعلمه. هي المكان اللي بعمل عمال التغيير في كل مكان في العالم. I feel very lucky to have been given the opportunity to tell amazing and inspiring stories of volunteers from all over the world. آخر الشهر لما نجتمع كلنا ويكون في ثلاث كيكات وعم نعمل بس حفلة ل أنا بحب شغلي بجنريشنز فور بيس لأنه الشغل فيها ميداني وهذا بحسه كثير بيتطابق مع أسلوب حياتي. Where my passion and career are coming together. لأنها بتعطي معنى وعمق وبعد إنساني لمفهوم الشغل. Including high meeting room. بحب GFP عشان الناس بعلموني عربي. بحب الإطلالة حتى لو إنه الشباك مسكر وبحب القعدة بين جيراني حتى لو إنهم مش قاعدين على مكاتبهم. أكثر إشي بحبه بجنريشنز فور بيس الأكل اللي بنطلبه سوا وأحمد خروف اطلع من وراي. أنا بحب أجيال السلام عشان كل أربع بنطلع نلعب شدة بعد الدوام. We love working at GFP because we love stealing Ali snacks. I am a firm believer that working with the grassroots brings the change that everybody wants. The opportunities we have been given to deal and work with people whom we have never worked with before. Chance to meet extraordinary people who has an extraordinary impact on our personalities, our lives. The thing I like most about Generations for Peace is Safiya. الأريحية بالتعامل بين الموظفين خصوصا الفريق اللي متعامل معاه بشكل يومي بالبرامج الدولية. أكثر إشي بحبه ب Generations for Peace هو سيف وجبور وتامر الجلال. أحبك صفية. لروح التعاون والتسامح والمشاركة الوجدانية من كل الموظفين. What I really love about GFP is I love this team and I love what we're building together. And on the one hand we're building peace in communities, so we've got to focus on that mission and having positive impact in people's lives all around the world. But we're also building an organization together.